لقد حاششتنا واعلم أننا نحن الاثنان صابران. وقد أجزت لنا يا محمد في مسجدك أن نتعبد على طريقتك. وخلال البضعة أيام هذه كنت قد استضفتنا بطريقة لائقة، ونحن نشكر لك كل هذا. لكني أنا ابن 70 عاماً وأيهم في 80. نحن وسائر أهل نجران، ومنذ أن أبصرنا النور عشنا في رحاب دين ومعتقد آبائنا وأجدادنا على الدوام. ونحن الاثنان قد سمعنا حجتك تماماً، حيث قلت إن كان سبب عدم انتماء عيسى المسيح إلى أب عائد إلى مشيئة إلهية، فالإنسان إذن حيث لم يكن له أب ولا أم هو أكثر استحقاقاً لربوبية العالم. ومع كل ذلك فنحن جميعاً سائرون على نهج وسنة أجدادنا، ولا نستطيع أن نصدق يا محمد أنك أنت هو رسول الله كما تدعي. يا محمد، اتركنا نحن وأهل نجران في حال سبيلنا. دع سنتك لنفسك ودع سنتنا لنا ننعم بها. نحن النجرانيين حين ننظر إلى سنتنا نرى أن الحق معنا نحن، لا مع الإسلام الذي تدعيه أنت. اهدوا اهدوا. كل ما قلته لم يكن من عندي أنا، كان كله كلام الله المتعال. لقد سمعتما حجتي ولم تتمكنا من الإجابة، ومع كل هذا الإصرار فما زال فضلكما في محله. ولكي ألقي عليكما آخر حجة من الله، أقدم لكم اقتراحي في المباهلة. المباهلة؟ تعالوا ندعو إلى الطرف الآخر بالبلاء من ربنا واللعنة من الله عليه. حسناً، هذا كلام لائق يا محمد، فنحن واثقون بأننا على الحق. هذا الاقتراح هو فصل الخطاب في احتجاجنا عليكم، موافق عليه. أين موعدنا؟ بما أنكما قد قبلتما فإن موعدنا في صباح الغد خارج المدينة. نحن نثق بآلهتنا الثلاثة. إن آلهتنا سينزلون عليك البلاء، وسوف يحرقون سلالتك أيضا، وسوف يقضون على نسلك عن آخره، وسيجعلون أتبعك بالنسبة إلى ديننا في غاية الشوق واللهفة. إن كنتم تحبون محمدا فقوموا بتوديعه الآن، لأنه لم يرى شمس ظهيرة الغد. أحمل من العمر 80 عاما، وقد أمضيت 70 عاما طوالا من هذا العمر المديد في الدعاء والتوسل، وأنا غدا سأحمل عبادة 70 عاما من عمري في يدي، وأدعو بالبلاء والخسران لمرشدكم. ما هذا؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ كيف يجرؤ؟ كيف يقول هذا؟ كيف يقول هذا؟ اهدأوا اهدأوا. ولكن كيف يقول هذا؟ لا يعترضن أحد منكم هذين. الله اهدأوا. أكبر، لقد منحت هذين الأمان لكي يقولا كلامهما بهدوء واطمئنان. اجلسوا.
سأقدم إليكم نصيحة واحدة. إن تمكننا اليوم نحن الاثنين من إنزال البلاء على محمد فلا تغضب منا، فهذا ما أراده هو بنفسه. ما اسمك يا صاحب الطلعة البهية؟ أبو رافع، الغلام المحرر لمحمد المصطفى. إن طرحت سؤالا عليك فهل تجيبني؟ أجل اسأل أيها النجراني. إن أراد محمد المجيء فمن أي اتجاه يأتي؟ من الاتجاه الذي أتينا منه، من الطريق التي سلكها الجميع، تماما من أمام شجرة النخل تلك. أبا رافع، قل لي مع من يأتي محمد من الأشخاص كي يتلقى البلاء؟ ذاك الرجل الذي إلى جهة اليمين هو علي بن أبي طالب، صهره ووصيه. علي؟ وعلي ذاك الذي في الخندق قام بقتل عمرو بن عبد ود العامري. والحارث ومرحب الخيبري. أقسمت عليكم بالله، هل يوجد فيما بينكم رجل غيري لديه امرأة كزوجتي أنا، ابنة رسول الله وبضعته وفلذة كبده وسيدة نساء أهل الجنة؟ أقسم إن هذا الشرف خاص بك أنت. أقسمت عليكم بالله إلا قلتم لي، هل يوجد فيما بينكم شخص آخر غيري لديه ولدان كأمثال الحسن والحسين، ريحانتي رسول الله وسيدي شباب أهل الجنة؟ لا والله يا علي. ومن تلك المرأة؟ إنها ابنة رسول الله. وهي زوجة علي؟ صحيح، إنها فاطمة سيدة نساء العالمين. لقد أخطأت تقديراتنا يا سيد أيهم، محمد لم يأتي مع جنده. انظر يا للهدوء والطمأنينة التي ترافقه. ترى يا أيهم، لقد جاء مع قومه وأعزائه لتلقي لعنتنا. لو لم يكن محمد صادقا في دعوته لقام بإبعاد أهله من هنا إلى مكان بعيد جدا. هاتان اليدان اللتان أراهما إن رفعتا بالدعاء فإنهما تزحزحان الجبال. بلعنة هؤلاء، لن يبقى لنجران أثر ولا لأهل نجران. أسرع يا عاقب، أسرع ولا تدعه يلعننا وبئس العاقبة. أطلب منه ألا يلعننا، أطلب منه ألا يلعننا. مهلا توقف يا محمد، لا تلعننا، لا تلعننا، لا تلعننا.